السلام عليكم. نكمل من حيث ما توقفنا المحاضرة الماضية، وآخر شيء ذكرنا معلومات بخصوص اللي هو Nernst Equation، وهي من المعادلات المهمة جدا في الكيمستري. وهاي المعادلة لو افترضنا أنه عندنا التفاعل الكيميائي الموجود بالطريقة هاي، A مع B بعطيني Y and Z مع الاستيكيومتريك كوفيشنت المعادلة الموزونة، فالدلتا جي لمثل هذا التفاعل هو الدلتا جي نود، يعني عند الظروف لما تكون عندي التراكيز واحد مول للمواد المتفاعلة، تمام، زائد ار تي لين اللي هي الإكوليبريم كونستانت الناتج عند الاتزان لهذا التفاعل. الدلتا جي نود هي عبارة عن ماينس ار تي لين الكي، وأيضا هي عبارة عن ماينس زد اف اي نود، والار تي لين الكي اللي هي حطناها هون وحطناها هون على التوالي. ايضا ممكن نيجي على المعادله الموجوده عندنا هون ونحكي انه الدلتا جي كتبناها على الشكل اللي هي ماينس ار تي لين الكي وماينس زد اف اي نود زائد ار تي لين الكليبنسن. ممكن نكتبها على النحو الاتي، انه الاي بتساوي الاي نود ماينس ار تي على زد اف لين الكي. This is the Nernst equation. هون نكتب equilibrium constant. تمام. Now suppose that we have the Nernst equation to the cell Zn Zn plus 2 double dash Ni plus 2 Ni. تمام. خلية من اللي هو الزنك زنك ايون ونيكل ايون نيكل. For which the overall reaction هذا هو Zn بروح لا زد ان بلس 2 والان اي بلس 2 بتروح باتجاه الان اي، يعني الايونات النيكل بتترسب على شكل نيكل سوليد والسوليد زنك بتحلل على شكل ايونات اللي هو الزنك. طبعا التفاعلات نصف خلويه مسروده عندنا هون زي ما انتم شايفين، تمام، والاي للسل او الاي نود للسل من هاي، تمام، اللي هو عباره عن 0.505 فولت. Now for this reaction we can write ال E لهذا التفاعل بساوي ال E node minus RT على Z F لن Z plus 2 على Ni plus 2 التراكيز تبعونهم، تمام، ويساوي ال E تساوي بالفولتية اللي هي قيمة هاي والقيمة الموجودة عندنا هون على 2 على أساس أنه تضمن 2 مول of electrons على لن Z plus على Ni plus 2. طبعا نطلع هون التفاعل هذا المواد الصلبة لا تدخل في تعبير ثابت الاتزان موجود عندي هون، فقط اللي هي الايونات الموجوده بالاكوياس سيستم. طبعا هنا الاي قد تاخذ قيم سالبه او موجبه بناء على القيم الموجوده عندي هنا، يعني الريشو هاي مهم جدا جدا، تمام، في تحديد ما اذا التفاعل راح يكون اللي هو سبونتينيوس او مش سبونتينيوس، او التفاعل يحدث او لا يحدث. اذا كانت اي موجبه يحدث التفاعل، واذا كانت النتيجه سالبه لا يحدث هذا التفاعل، وهذا يعتمد بدرجه كبيره على الريشيو الموجوده هون في تحديد اللي هو امكانيه حدوث التفاعل بشكل تلقائي ام غير ذلك. عندي مثال هون اللي هو الكوبالت، كوبالت ايون نيكل ايون نيكل، هاي الخليه هاي السيل نوتيشن احنا بنسميها. عندي مطلوب انه الاي احسب الاي للسيل هاي او الاي ام اف الكتروموتيف فورس القوة الدافعة الكهربائيه تحت الشرطين حكينا. لاحظوا هنا هاي التراكيز هاي وهاي مهمه جدا في تحديد قيمه الاي واذا التفاعل بصير او ما بصيرش. اذا كانت قيمه الاي موجبه بيحدث، اذا كانت قيمه الاي سالبه لا يحدث هذا التفاعل. So عندي فرعين هنا، إنه النيكل بلس تركيزها 1 مولل وهنا تركيز الكوبالت 0.1 مولل. في الحالة الثانية النيكل تركيزه 0.01 مولل وهنا الكوبالت تركيزه 1 مولل، يعني لعبنا بتراكيز النيكل والكوبالت أيون في الكيسين وبدنا نشوف قيمة الإي كيف بدها تطلع معانا. لاحظوا التفاعل هذا هاي الهاف سيلز تبعونه والإي نوت تم حسابها اللي هي 0.023. طيب بنطبق بدنا نجيب للفرع A قيمة الإي ولا الفرع B قيمة الإي. فالفرع A إذا ملاحظين طبقنا Nernst equation وحطينا الكوبالت والنيكل هيهم الفرع هي 1 0.1 هي 0.1 و1 للتراكيز طلع معانا الفولتية ب 0.053. طبقنا الكيس الثاني على نفس المعادلة تاعت Nernst equation فوجدنا انه الكوبالت على النيكل ايونز التراكيز تبعونهم 1 على 0.01 فطلع عندنا هاي القيمه اللي هي بالماينس. هذا الكلام بدل الاتي انه التفاعل هذا ضمن هاي التراكيز الموجوده يحدث وتلقائي، بينما هذا التفاعل ضمن هاي التركيز لا يحدث وهو غير تلقائي.
عندي هذا المثال أيضا بتر كويلكم، والمثال الآخر أيضا بتر كويلكم تتدربوا عليه، وأيضا هنا مثال آخر كمان بتر كويلكم إنكم تطلعوا على هاي الأمثلة، والمثال الموجود عندي هون أيضا راح أترك لكم إياه تعرفوا على مثل هاي على حلول الأسئلة المتعلقة بالإلكتروموتيف فورس للخلايا. وباجي هنا على نيرنست بوتنشال اللي هو الجهد نيرنست، جهد نيرنست المقصود في هذا الكلام انه تصوروا انا عندي انيشال ستيت تركيز لكي سي ال هون وكي سي ال هون، والفاينل ستيت كي سي ال هون وكي سي ال هون، والغشاء نفاث مسموح ليونات الانتقال، فبكون اللي هو فرق الجهد ما بين الجهة اليسرى والجهة اليمنى او الانيشال ستيت والفاينل ستيت اللي هي الدلتا فاي، فرق الجهد بيساوي صفر. هنا الغشاء نفاث for both أيضا. طب لو سمح لو فرضنا نفس الكيس هاي هون لكن الغشاء نفاث فقط للبوتاسيوم أيضا، شو راح يصير عندنا؟ اللي راح يصير إنه بدي غشاء يسمح للبوتاسيوم ما يسمحش للصولفنت. طب إذا صار هذا الكلام راح يصير في عندي فرق في التركيز هون عنها هون، فرق التركيز هاي راح يسبب لموضوع اللي هو تكوين بوتنشال يمنع مرور الأيونات من مكان إلى مكان بعد مرور كمية بسيطة من أيون البوتاسيوم، وهذا الفرق الجهد بسموه نيرنس بوتنشال اللي هو دلتا فاي آر تي على F لن السي 1 على السي 2، لن التركيز البداية على التركيز النهائي، هذا هو اللي هو بنسميه نيرنس بوتنشال. An equilibrium will therefore to be established at which the electrical potential will exactly balance the tendency of concentration to become equal. يعني الفرق الجهد الكهربائي راح يحاول يعمل على موازنة انه الconcentration لن يتساوى على كلا الجانبين، وهذا الفرق الجهد الكهربائي بنسميه nearness potential. هنا في عندي الجبس energy دلتا جي اي مكتوب له الرايزنج من الالكتريكال بوتنشال او البوتنشال ديفرنس، بيكتبوا دلتا جي اي، ممكن يكتبوا دلتا جي سي اللي هو الفرق في الجهد او الفرق في جيبس انرجي الناتج عن الفرق في التركيز، وهنا الناتج عن الفرق في الجهد الكهربائي وهو الدلتا فاي، تمام؟ ويعطى بالطريقه التاليه، دلتا جي اللي ناتج عن البوتنشال ديفرنس بيساوي زد اف دلتا فاي، وير الزد اللي هو تشارج للبيرميابل ايون، التشارج للبوتاسيوم في الحاله تبعتنا، تمام؟ In this particular example, في هذا المثال, the potential is higher on the right hand side. يعني الفرق الجهد كان كبير على الجزء اليمين. Delta phi more than zero. Because fewer K plus ion have crossed. لأنه كمية بسيطة من K plus تم عبورها إلى الجزء اليمين. And there will thus be higher Gibbs energy. لهذا السبب سوف يكون عندي اللي هو طاقة Gibbs كبيرة. ولهذا السبب as far as K plus ion are concerned on the right hand side delta G is more than zero. Now the Gibbs energy arising from concentration difference يعني قيمة Gibbs طاقة Gibbs التي تأتي من فرق التركيز هي الآتي delta GC تساوي RT لن C2 over C1 التركيز في الجهة اليمنى على التركيز في الجهة اليسرى لا اللي هو البوتاسيوم، تمام؟ عند الاتزان at equilibrium there is no net delta G across membrane and therefore يعني عند الاتزان ما في عندي net delta G عبر لطرفي الممبرين، ولهذا السبب بكون عندي مجموع الدلتا G اللي جاي من البوتنشال ديفرنس واللي جاي من الكونسنتريشن ديفرنس بحطهم هون، وبحط اللي هي العلاقات الموجودة عندي هون وهون في المعادلة هاي، وعند الاتزان بكون قيمتهم تساوي صفر. The nearness potential is due to the transfer of only an exceedingly small fraction of diffusible ion. يعني بحكي انه الجهد تبع nearness هو بسبب انتقال كسر بسيط من الايونات اللي ممكن انها تنفذ so that there is no detectable concentration. ولهذا السبب لا يكون هناك يعني خلينا نحكيها concentration change او تغير التركيز خلينا نقول يتنبأ به. فالدلتا فاي اللي هي خلينا نحكي البوتنشال ديفرنس اللي هي البوتنشال في الحالة الثانية ناقص البوتنشال في الحالة الأولى، وهو عبارة عن RT على ZF لن C1 over C2. هنا مثال، المثال هذا بيحكي لي الآتي إنه
في عضلات الفقاريات أو الثدييات، في خلايا العضلات للثدييات، هي تسمح للبوتاسيوم أن ينتقل عبرها، عبر هاي الأغشية، تمام؟ ولا يسمح أو يسمح لكمية ضئيلة جدا من الـ NA والـ CL أن تعبر عبرها. والتركيز المتعارف عليها البوتاسيوم داخل السل حوالي 155 مايكرو مولر أو ملي مولر سلي، وعند الأوتسايد سل اللي هي السل اللي هي هاي تاعت عضلات في الحيوانات الثدية بتساوي 4 ملي مولر. بدنا نحسب اللي هو النيرنس بوتنشال عند 37 درجة مئوية على افتراض انه الخلايا هاي غير نفاثة للصوديوم وللكلورايد ايون. الفرق في الجهد تبع نيرنس هو عبارة عن RT على ZF لين C1 over C2، والدلتا فاي التشينج بالبوتنشال ديفرنس اللي هو ما بين الانسايد ممبرين ناقص الاوتسايد ممبرين، وبساوي RT هاي الR وهاي T موجودين عندي هون، والزد F اللي هو الشحنة واحد في الF 96485 لين اللي هو الانسايد اللي سوري لين الاوتسايد اللي هو 4 على الانسايد اللي هو 155، وبتصبح القيمة هاي حوالي ناقص 9.7 ملي فولت. فعليا هون the potential is negative، البوتنشال is negative inside the cell، كمية البوتاسيوم كبيرة inside the cell فبكون البوتنشال هو negative، وبكون positive البوتنشال خارج اللي هو الغشاء تبع الخلية. في الحقيقة القيمة هاي هي ليست هاي القيمة وإنما هاي القيمة، بسبب إنه في خلينا نحكيها كمية بسيطة من الـ NA والـ CL ممكن تعبر، فبتغير لي من قيمة البوتنشال ديفرنس في غشاء الخلية العضلية في الثدييات. هنا في عنا يعني كونسبت جديد متعلق بالكاباسيتنس أو السعة للممبرين، السعة للممبرين أو الكاباسيتنس of membrane اللي هو C، ويعطى بالمعادلة الآتية: C تساوي النفاذية للمحلول في النفاذية بالفاكيوم في مساحة السطح على الثيكنس. طبعا هنا هيك افترض انه عندك محلول هنا تركيزه 1 مولر، ومحلول هنا تركيزه 0.1 مولر لكيسيال كيسيال، وهنا عندك 1 لتر وهنا 1 لتر، والمسافة في الممبرين اللي هو عبارة عن 1 سنتيمتر، لاحظ ارتفاع 10 سنتيمتر في 10 سنتيمتر في 10 سنتيمتر، اذا المساحة السطح هي 10 في 10 سنتيمتر، والثيكنس هي كمان 1 سنتيمتر، تمام؟ مطلوب انه في هذا المثال نحسب اللي هو الكاباسيتنس في المثال الموجود عندنا هنا. فالكاباسيتنس هي النفاذيه بالفاكيوم، هيها النفاذيه الايتانود، وفرضت لهذا الممبرين اللي هو عباره عن 3 تمام ضرب 10 ناقص 2 فرضت 1 هون لانها مختفيه، وعندي هنا اللي هو المساحه هاي بالمتر سكوير اللي هو 3 ضرب 10 ناقص 10 قوى ناقص 1. هنا بدي أعود أكرر، آسف، أنا هنا الرقم 3 هو للإيتا، والرقم هذا للإيتا نود، والإي اللي هي مساحة السطح، مساحة السطح اللي هي 10 قوى ناقص 2 متر سكوير على على الثيكنس اللي هي الأل هاي اللي هي 10 قوى ناقص 2 من المتر اللي هي هاي 1 سنتيمتر، تمام؟ حولناها لمتر، فبتطلع معاي هاي العملية القيمة هاي اللي هي 2.66 ضرب 10 ناقص 11 فرد. هاي هي الكاباسيتنس، هاي هي الكاباسيتنس. راح نعلق على هذا الكلام والقيمة هاي في المحاضرة القادمة إن شاء الله، ما ننساها إنه طلعنا لهذا المحلول الفرق في هذا، في تركيز، في عندي gradient أو concentration gradient، وعندي 1 لتر 1 لتر مسافة 1 سنتيمتر، وهنا 10 في 10 يعني معنى آخر مساحة السطح هي عبارة عن 10 قوى ناقص 2 متر سكوير. راح نيجي عليها في المحاضرة القادمة، نستخدم هاي الأرقام لتكملة اللي هو توضيح هذا المثال بشأن الكاباسيتنس للممبرين بالمثال الموجود عندنا هون. That's it. يعطيكم العافية الآن.